مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا بحضراتكم في تغطية خاصة على الهواء مباشرة لحدث عظيم وتاريخي وهو افتتاح أهلي الأقصر المشروع الكبير اللي بيأتي في إطار الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة الشركة الوطنية العملاقة بتشرف إن أنا أكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة في تغطية خاصة بتشرف كمان إن أنا أكون مع كابتن هيثم مساء الخير على حضرتك مساء الخير عليك يا سارة مساء الخير أعزائي المشاهدين الحقيقه النهارده حدث كبير وتاريخي، النادي الاهلي ومدينه الاقصر اسمان كبيران طبعا في الحضاره المصريه قديما وحديثا. وطبعا اهلي الاقصر ياتي في اطار طبعا الوحده الاقتصاديه ما بين شركه السادات العملاقه الشركه الوطنيه المصريه وايضا النادي الاهلي، هذا الانجاز هننقله لحضراتكم النهارده من ارض طيبه. هيحضر الافتتاح النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وايضا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. ومجلس إدارة النادي الأهلي ولفيف من نجوم ورموز وقيادات النادي الأهلي وأيضا قيادات شركة استادات على رأسهم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأيضا طبعا العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي أيضا للنادي الأهلي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الحقيقه النهارده هيكون افتتاح في الكثير من الاحداث والكواليس هننقلها لحضراتكم اكيد على شاشه قناه النادي الاهلي طبعا افتتاح اهلي الاقصر بيجي بعد الانتهاء من كل التجهيزات للنادي والملاعب واماكن تواجد الاعضاء والحدائق والاماكن الترفيهيه هنشوف كل ده النهارده مع حضراتكم على الشاشه وكمان تسيير الخدمات بالشكل اللي يليق طبعا باعضاء النادي الاهلي في الصعيد من خلال منظومه خدمات رياضيه واجتماعيه محترفه تتوافق مع خبرات الاهلي اللي اكيد تجاوزت 114 عام كمان خبرات ونجاحات شركه استادات الشركه الوطنيه المصريه العملاقه صاحبة الشراكة الاقتصادية مع النادي الاهلي واللي زي ما حضراتكم شفتوا الفترة اللي فاتت نتج عنها يعني كتير من الانجازات، دلوقتي اهلي الاقصر ده استكمال لنجاح كبير اللي في الوحدة الاقتصادية دي طبعا بين الطرفين، شفناها قبل كده في استاد الاهلي والسلام وكمان في تطوير قناة النادي الاهلي ولسه الحقيقة في مشروعات تانية كتير جدا. الحقيقه أهل الاكسر كمان هو اكبر نادي في مدينه الاكسر هو بيبقى على مساحه او اقيم على مساحه 13 فدان طبعا يشمل على ملعب كره قدم قانوني ومدرجات تسعى ل 5000 متفرج وايضا في حمام سباحه اولمبي على المواصفات العالميه طبعا الكبيره وايضا في مجموعه من من الملاعب المختلفه الالعاب المختلفه سواء سله طايره يد وايضا كمان في بالاضافه طبعا للجيم للمسجد لملعب التنس وايضا لملعب الخماسي ويتضمن أهل الاقصر العديد من الرياضات من خلال اكاديميات كره القدم والسله والطايره واليد وتنس الارضي وتنس الطاوله وسباحه وكره ماء والعاب قوه اكيد طبعا بافتتاح اهلي الاقصر هنا الاهلي بيحقق اهداف كتيره جدا اولها ان هو يوصل لجماهيره في الصعيد وتلبيه رغباتهم وخدمه اعضائه اكيد في صعيد مصر وكمان مشاركه الاهلي في دور وطني هنا مهم جدا دور وطني واجتماعي في التنميه المجتمعيه والرياضيه والانشائيه واكيد طبعا هيكون في تحقيق للعوائد الاقتصاديه كتيره جدا من خلال استغلال حق انتفاع النادي ومن خلال الوحده الاقتصاديه مع شركه السادات الحق حققت كل المعايير المطلوبة الحقيقة بأهلي الأقصر ونجحت الحقيقة شركة استادات خلال فترة قصيرة جدا في أن هي تحقق أهداف الوحدة ونجاح الشراكة مع النادي الأهلي وأكيد استير مع جهود الدولة في البناء والتطوير والتعمير والتنمية وده الجانب الوطني اللي الحقيقة اتفق عليه الأهلي واستادات